بيراميدز عشان ايه؟ بس ما راحش الزمالك. ما ممكن يروح الزمالك، وعبد الله السعيد راح الزمالك. لا انت عارف ان الاهلي والزمالك اتنين ناديين منافسين لبعض، يعني نص مصر اهلاويه ونص التاني زملكاويه. بس رمضان هنا يختلف، لان اللي اتعرض عليه من بيراميدز ما كانش يتعرض عليه في الزمالك، وهو ساب النادي الاهلي عشان الفلوس، عشان يامن مستقبله. ايوه، انت مع ان اللاعب يسيب النادي بتاعه ويروح نادي تاني لمجرد ان اداه فلوس اكتر؟ في الزمن بتاعنا ده اه. ليه؟ خلاص احنا في زمن الاحتراف، ما بقاش في حاجه اسمها ولا زمن الاحتراف ولا زمن الفلوس. ما هو الاثنين، الاحتراف عشان الفلوس، ما انا بامن مستقبلي. يعني انت سبت الزمالك ورحت الاهلي عشان الفلوس؟ لا طبعا، عشان كنت عايز تلعب بعقد. ولا كده، انا رحت لاني زي ما قلت لحضرتك مجله نادي الزمالك اهانتني واهانت عيلتي. انا بقول لك قررت تعاقبهم، بتقولي لا. لا قلت لك اه قررت تعاقبهم. اعاقبهم اه، ما رضيتش اروح السعوديه وقلت طيب أفهم. يعني اللي بيسيب الزمالك بس من غير فلوس، مش عشان الفلوس. يعني هنا بقى عشان ان هم زي ما قلت لحضرتك كده اتكلموا كلام ما يصحش ان هم يتكلموه. انا اختلفت مع ابن، انت اختلفت مع ابنك، طردتيه مثلا شويه من البيت، هل ان انت مش هتدخليه البيت تاني؟ تطلعي بقى القديم والجديد؟ ما ينفعش. كهربا لازم ايه؟ كهربا مال لما ساب الزمالك وراح الاهلي كان ليه حق؟ لا دي بقى حاجه اسمها ايه، كوبري. ده بقى اللي غيرنا خالص. إيه احنا بقى موقفنا كوبري؟ اه اسمها كوبري؟ ايوه اه كوبري. الكهرباء عمل اسمه كوبري، يروح لنادي لمده 6 شهور ويرجع على النادي الاهلي او يرجع على نادي الزمالك.